مرحبا، يوم جديد وحلقة جديدة وبرمة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي انطلقت هلأ على شاشة سماء الفضائية لحتى نشوف شو في أخبار جديدة صدرت السوشيال ميديا. والبداية من المشادة الكلامية بين رئيس البرلمان الأردني وأحد النواب يلي حركت الرأي العام بالأردن، وحنضل بتاني أخبار جولتنا تحت قبة البرلمانات، وحنتوجه هالمرة على بروكسل ونائب بلجيكي رفع العلم الفلسطيني وتحدى السفير الإسرائيلي داخل البرلمان. أما الختام فمع عالم الأبليكيشنز وعلى خطى تويتر إنستغرام حتتيح إمكانية توثيق حسابات الأشخاص بالعلامة الزرقاء والمقابل اشتراك شهري. لهيك خلونا نبدأ فوراً أول خبر وأول لوغ إن على تويتر. مو المرة الأولى يلي بيصير فيها تحت قبة البرلمان الأردني مشادة كلامية أو حتى اختلاف بوجهات النظر بين النواب، فمن تقريب 6 شهور تقريباً صارت سجال إذا فينا نقول عنه انتهى برفع قضية رسمية، وعن جديد وخلال مناقشة مشروع وقانون موازنة 2023 شهدت جلسة مجلس النواب الأردني مشادة كلامية بين رئيس المجلس أحمد الصفدي والبرلماني ينال الفريحات، وبالتحديد من بعد كلمته يلي وصف فيها الأردن بدولة من دول العالم الثالث يلي استقلت شكلياً، وأكد أنه الأردن دولة تم استعمارها واستعمر الغرب وما تركها تستقل إلا بشكل شكلي، فخلاها تابعة لإله وحرم من استخراج خيرات بلادهم لأنه جعل من الأردن دولة وظيفية لحماية الاحتلال الإسرائيلي. رئيس البرلمان الأردني طبعاً اعترض على هالكلام واعتبر هالشيء إساءة للبلاد، والكلام مرفوض تماماً وما عجبه، على الرغم من أنه عجب رواد السوشيال ميديا بالبلاد يلي أشادوا بكلام البرلماني واعتبروا أنه عم يحكي كلمة حق. أنا ما حطول عليكم أبداً بالخبر، حخليكم تسمعوا كلام النائب ورد رئيس المجلس. كيان السرطاني على حدودنا واحتلاله لأرضنا وتدنيسه لمقدساتنا كان أخطر شيء نواجهه على الإطلاق، لذلك سعى الاستعمار لجعلنا دولة وظيفية، وظيفتها الرئيسية هي حماية هذا الكيان، وجعله يتوسع أكثر وأكثر في جسد الأمة، ولذلك منعنا من استخراج خيراتنا وحرمنا من الاستفادة من ثرواتنا، ففقدنا بالتالي أهم أجهزة المناعة الوطنية التي كان بالإمكان أن تقوي اقتصادنا. طول عمر الأردن واقف مع القضية الفلسطينية، ما بنسمح لأي بني آدم يشكك بهذا الموضوع. أما وطن موجود فيش استقلال مش مستقل، وطن بحمي إسرائيل، كلام مرفوض. استفزاز كان سيء جدا وأساء لي الكلمة بالحرف، أن الاستعمار أراد للأردن ذلك، وليس إقرار مني أن أقول عن بلدي الذي ولدت به وولد أجدادي 20 على هذه الأرض أن أقول أنا أشكك بدولتنا. أنا قلت أن الاستعمار أراد ذلك، ولذلك قلت أننا بحاجة لمواجهة هذه النظرية وهذه الرواية. في فاكرة أن تستزئ مني الكلام وتقول أنه أنا اللي حكيته، أنا قلت أن هكذا أراد الاستعمار. ثاني أخبار جولة اليوم ولوج إن كمان مرة على تويتر. ومن البرلمان الأردني حننتقل للبرلمان البلجيكي وبالتحديد لعند النائب البلجيكي نبيل بوكيلي يلي بينتمي لأصول عربية مغربية والمعروف عنه دايماً مناصرته للقضية الفلسطينية، مو بس بهي الجلسة بالتحديد ولكن بجلسات سابقة، ولكن بهي المرة أيضاً وبشكل خاص رفع النائب نبيل بوكيلي العلم الفلسطيني خلال جلسة عامة للبرلمان احتجاجاً على قرار الحكومة الإسرائيلية حظره ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد على حسابه الرسمي على تويتر أنه كان من أوائل القرارات يلي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة هو حظر العلم الفلسطيني، وهو أعرب عن دعمه بشكل واضح للشعب الفلسطيني من خلال التلويح بعلمه ضمن البرلمان البلجيكي وأمام السفير الإسرائيلي، والكثير من رواد السوشيال ميديا الحقيقة اعتبروه تحدي حقيقي وقوة كبيرة، وأشاد مغردين بتصرف النائب نبيل بوكيلي واعتبروه بطل بموقفه يلي البعض بخاف إنه يعمله، وآخرين قالوا إنه أقوى سلاح ممكن الشخص يستخدمه هو كلمة الحق يلي متوانى أبداً عن قوله النائب نبيل. Est-ce que vous pensez qu'en interdisant le drapeau palestinien, vous allez faire oublier la Palestine ? Et
en soutien au peuple palestinien, je le mets ici dans ce Parlement pour dire que votre politique est une politique de discrimination, de ségrégation, de colonisation. ثالث أخبار جولة اليوم حنروح فيها على عالم الأبليكيشنز وآخر لوج إن على إنستغرام. خطوة جديدة عم تعملها إنستغرام من بعد خطوة مماثلة أو مشابهة لإلها من تويتر يلي أعلنت الشهر الماضي إتاحة خدمة تويتر بلو واللي بتتضمن ميزات إضافية إلى جانب علامة التوثيق الزرقاء ولكن مقابل اشتراك شهري. واليوم أعلنت شركة ميتا أنها عم تختبر خدمة توثيق حسابات المستخدمين على فيسبوك وأيضاً على إنستغرام مقابل اشتراك شهري، وبيقدروا المستخدمين بهي الحالة التحقق من حساباتهم باستخدام رقم تعريف خاص فيهم مع الحصول على شارة زرقاء وحماية إضافية من انتحال الهوية، بالإضافة لزيادة الرؤية والوصول المباشر لدعم العملاء. الخاصية حتكون متاحة أمام المشتركين ضمن خطط الشركة لمساعدة صناع المحتوى على النمو، بالإضافة لزيادة متابعينهم، وحتتوفر الخدمة بأستراليا نيوزيلندا، وأيضاً حيتم التواصل لحتى يتم إطلاقها تدريجياً ببلدان أخرى لاحقاً. مع الخبر بكون وصلت لنهاية جولتي اليومية من لوجين. أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار أو الفيديوز التريند يلي عم بيشوفون على السوشيال ميديا، ببساطة بتقدروا تفوتوا على صفحة لوجين أو حتى على صفحة قناة سمر الرسمية وتشاركونا كل الأخبار أو حتى الكومنتس والفيديوز التريند يلي حابين نحكي فيها وعنا. أنا هي كانت حلقتي وهدول كانوا أخباري. موعدي معكم بيتجدد بكرة إذا الله راد بنفس التوقيت على شاشة سما الفضائية، ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. Bye-bye.